ويحكي معك. الثلاث أسئلة اللي الآن عندنا بدنا نسأل الثلاث أسئلة التالية. متذكرين كان عندنا سلندر؟ عندي هون رود وبعدين عندنا هون هذا البيستون وراح نحط هون بريشر وهذا دبل اكتنج السلندر من هون ومن هون. قلنا إذا بدنا نطلع فورس معينة بده يطلع معي فورس معينة هون، بدي أعمل شغل ميكانيكي فبده يطلع معي فورس هون. وإذا بدكم تفكروا فيها كمان سبيد، وكمان إذا بدنا نفكر فيها في ستروك. أوكي، هدول هم الثلاث أسئلة اللي عم بحكي عنها. ثلاث أسئلة أساسية هي فورس وسبيد وستروك. هلا أنا هون في عندي مصدر ضغط اللي هي عندي هون مثلا مش كومبريسر بامب. والبامب رح تعطيني بريشر معين مضبوط؟ هلا حكينا اذا انا طال مطلوب مني فورس معين وعندي بريشر معين هذا شو بحدد لي مباشره؟ فبقدر اطلع الاريا. اذا اول كويستشن فيرست كويستشن وات فورس از ريكوايرد، هذا اول سؤال. وهذا ديبيندز اون افيلبل on the available on the available pressure who decides the area of the piston. اوكي ماشي واضح السؤال. انا هون في عندي pump متوفر عندي pump، هلا يمكن الاقي انه الاريا صارت شيء غير منطقي، شو بدي اضطر اعمل؟ بلاقي بريشر اعلى شوي لانه مش معقول احط هاي الاريا اللي موجوده هون حتى احقق هاي الفورس. الفورس يوزر ريكوايرمنت، كل فاهم ايش يعني يوزر ريكوايرمنت؟ يعني مين بحددها؟ الكلاينت او الابلكيشن. والسبيد كمان يوزر ريكوايرمنت، والستروك يوزر ريكوايرمنت، لكن البامب بريشر مش يوزر ريكوايرمنت. أنا بيجي مثلا بقول عندي بدي استعمل البامب هاي، البامب هاي رح تعطيني هذا البريشر، بضربها في هاي الاريا بتعطيني الفورس المطلوبه بحط اليوزر ريكوايرمنت. هاي اول سؤال. ايش السؤال الثاني؟ وات سبيد لينير سبيد، لينير سبيد از ريكوايرد. وهذا هلا هون، هلا هذا بيرجع على القرار اللي قررته هون. شو كان القرار اللي قررته هون؟ الاريا. فبعمل لحالي مشكله اذا كانت الاريا كبيره كثير، لانه حتى احقق السرعه شو صار بدي؟ فورس الفلو ريت عالي. لا لا، الفورس خلصنا منها هون، انتبه. الفورس قررنا هون، طلعنا الفورس اللي بدنا اياه من البريشر اللي موجود، ولانه البريشر واطي شو كنت اضطريت اعمل؟ احط اريا كبيره. بس اذا استعملت اريا كبيره وين بتستعمل لي مشكله؟ هون، لانه حتى احقق سبيد معينه ايش لازم يصير عندي؟ فلو ريت عالي. فالفلو ريت الكيو على الاريا رح تعطيني السرعه. مضبوط؟ اذا كانت الاريا كبيره من هون مش هقدر احقق السرعه هاي، بصير بدي ازيد الكيو. اذا هاي ديبيندز اون ذا اريا اوف ذا بيستون. وايش بتحقق لي؟ ديسايدز فلو ريت. نعم. ممكن يعتمد على ديزاين السيركت. طبعا يعني في اشياء كثيره طبعا بتعتمد، يعني يمكن انت تقولي لي في شيء معين انا ما بقدرش اغيره، انا مجبور استعمل هذا الشيء. مثلا الاريا ما حققت المطلوب ولا البريشر، بقدر اعمل سيركت تزيد الفلو ريت. صحيح بقدر، يعني بدك ترجع تغيري جذريا تغيري. يمكن لقيتي هون مش موجود هذا، بس في قرارات حساسه هون بتفرق عن القرار اللي موجود هون. هسه مثلا لو بدي اقيس الفورس اللي بدي اياه صح؟ البريشر في الاريا صح؟ لو مثلا كان في موجود كنترول فولت بكون البريشر اللي على الكنترول صح؟ مش اللي طالع من البامب اللي باخذه. هلا انت بتقول لو في عندك مثلا هون اوريفيس مثلا او فلو كنترول فولت من هون، هاي راح تضيع البريشر. فبدك تحسب انت الدائره كلها ايش البريشر اللي بتوفر الفورس.
البريشر هون يعني على هذا السلندر هذا طبعا بتعتمد على الدائره هاي كلها وهذه قديش ضيعت لي يعني انا لازم احسب البريشر في هاي النقطه من اللي طلع من هاي النقطه مش البريشر هون راح يختلف عن البريشر هون في عندي لوس اوف بريشر بيرمننت لوس اوف بريشر فالبريشر اللي كان هون بطرح منه البريشر اللي راح هون راح يضل عندك كانه عندك فولتج وكارنت مر في الريزستر قديش بضل عندك فولتج هون والفولتج اللي هون ناقص الفولتج دروب اللي صار على الريزستر هلا بدك تقرر انت ليش حطيت هذا اوكي ممكن في سبب وجيه نعم مش لما يبطل في فلو نعم لما يبطل في فلو يبطل ياثر هذا البرشر صحيح بس ما بستفيدش منه ما انا مش عامل شيء انت عارف زي ايش هذا عارف لو انت جبت لي قلت لي في عندي فولتج سورس فخم جدا والفولتج سورس هذا بعطيني 120 فولت اوكي تمام بقول لك والله راح رهيب انت راح بس شو بتقول لي بس بتقول لي في مشكله بتعرف شو المشكله قيسه هلا بعطيك 120 فولت بس له انترنال امبيدنس عالي والانترنال امبيدنس العالي اللي قيمتها 1 اوم اول ما ابدا اسحب منه كارنت شو بصير بالفولتج اللي هون هل هذا مفيد لا لا حسب الكارنت اللي انت بتسحبه اذا انت بدك تسحب منه كارنت قليل لو انا بدي اسحب منه 10 ملي امبير قديش 10 ملي امبير في 1 اوم قليله جدا مهمله بالنسبه لل 120 فولت بس انا اذا بدي اسحب منه 10 اوم او 20 اوم 20 في 1 شو راح تصير 20 فولت ما ضليش غير 100 فولت فهاي الامبيدنس بتعتمد على الابلكيشن بتعتمد على ريتد كارنت ولذلك انت ما في كارنت سورس بتشتريه عفوا في شي فولتج سورس بتشتريه الا يكون محدد له معاه ايش الكارنت ريتنج قبل الامبيدنس ما هي مرتبطه بس الكارنت ريتنج فبتيجي بتقول انا والله شريت للمختبر هذا فولتج سورس او باور سورس احنا بنقول عنه باور سورس مش بنقول عنه فولتج سورس الفولتج سورس هذا او الباور سورس بعطيني 120 فولت وريتد ل 10 امبير اغلب كثير راح يكون من 1 120 فولت ريتد لنص امبير اوكي ماشي واضح فاهمين حتى شواحن اللابتوب لما تجيب شاحن اللابتوب تشتري مش بدك تطلع على الكرنت مع الفولتج اوكي ماشي في اسئله ثانيه طيب دكتور ممكن احط سلندر ثاني جنبه عشان يدفش اللود معه ممكن ممكن هل هذا محبذ ممكن ايش المشكله بضيع ايش بضيع الفورس البريشر بضيع هو في مشكله اكبر ايش هي المشكله هلا هو بيقترح سنان سنان صالح اقترح نحط سلندر ثاني نحط اللود هو مش هيك بتوزع البريشر المشكله بتوزعش الفورس ما بضمنش توزع الفورس يعني ممكن هذا يتحمل 70% من الشغل لسبب معين انا مش مظبط الدائره او مش الديستريبيوشن ممكن ما يكونش متساوي فبصير هذا عليه اوفرلود وهذا عليه اندرلود هلا اذا اضطريت بدي اضطر اعملها في حالات معينه ما بقدر اعملها بدي ارفع بلاتفورم البلاتفورم مش قادر ارفعها بسلندر واحد بدي احط اربع سلندر لكن بدك تتاكد انه السلندرز هذول مش مع بعض مزبوط وما يصيرش في اوفرلود على سلندر من السلندرز الثاني زي ما تحط ترانزستورز ان بارلل ما تضمن ترانزستورز ان بارلل توزع اللود بينهم بالتساوي اوكي ماشي اذا هذول اول سؤالين